السؤال الثاني موضوعنا عن مسألة لماذا بعض الدول غير المسلمة هناك فيها عدل داخل الدولة، ودول الإسلامية للأسف الكثير منها ينتشر فيها الظلم. هو هذا ربما تحدثنا عنه في بداية هذه الحلقة. الدول صحيح إسلامية لكنها لم تطبق شعائر الإسلام أو شرائع الإسلام، هي ابتعدت عن شرائع الإسلام فكان فيها هذا الظلم، ابتعدت عنه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وكل الحياة. الغرب أخذ جانب واحد فقط وهو الجانب السياسي وحاول أن يقيمه وفق العدل، فكان عندهم هذا العدل وإن كانت عندهم مشكلات أخرى في الاجتماع وغيرها، لكن نحن لا أدركنا هذا ولا أدركنا ذاك. عندنا القرآن الكريم وعندنا السنة النبوية المطهرة ولكن لا نطبق شيئا منها في حركة الحياة. نحن صحيح عندنا يعني ناس تصلي وناس تصوم وناس تزكي، لكن ربما الذي يصلي هذا لا يعطي الحقوق، أو الذي يصوم لا، طبعا لا نعمم، ولكن هذا الذي نحن فيه بسبب بعدنا عن شرائع الإسلام. لا نقول لماذا أهل الإسلام في تأخر وفي ظلم وفي كذا وأهل الكفر في كذا. الله سبحانه وتعالى يقيم الدولة يعني الكافرة حتى طالما أنها كانت عادلة، ولا ويؤخر الأمة المسلمة إذا كانت ظالمة. فنحن ظلمنا أنفسنا وظلمنا غيرنا وابتعدنا عن شرائع ربنا، فلا أدركنا الغرب بأنه أخذ العدل فقط، ولا أدركنا الإسلام بأنه أخذ يعني كل شيء من يعني بجوانبه كلها المتعددة، سواء كانت السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية. فهذا بسبب بعدنا نحن وليس سبب الإسلام نفسه. أي نعم.